ركز معايا، ثلاثة ديال الريد فلاكس. شنو هي الريد فلاك؟ هي الراية الحمراء ولا خط حمر. هاد ثلاثة ديال الحوايج إلا شفتيهم في شي مرة ولا كنتي باغي تدخل اونكازا في شي علاقة تاع سيريو ولا لونغ تيرم ريليشن شيب، ما خصكش، خصك تهرب. إلا شفتي هاد ثلاثة ديال لي زان جيس خصك تهرب. أول حاجة داجي ايشوز اللي كيتسمى اللي عندها مشاكل مع والديها، واللي ما كانش عندها علاقة مزيانة مع والديها، واللي ما تتكونسيديريش بو هكا، فهمتي؟ داك الراجل المثالي ما عندهش ديك لا بريزونس ديال لا ماسكولينيتي ديال شي واحد راجل في الحياة ديالها. ثاني حاجة الفيمينيست، ديك اللي ديما فهمتي ديما تقول لك الفيمينيست، ديما كتبلامي، ديما تبلامي الراجل، والرجال خايبين، الرجال كاع بحال بحال، والرجال ما يسواوش وداكشي. ثالث حاجة ديك اللي تدخل مع كومبيتيسيون، ديك اللي ديما كتبي تعاند معاك وداكشي، كتبين راسها احسن منك وداكشي، هادو خصك تغيب عليهم. الا لقيتيهم هاد لي زانديس وهاد هاد المؤشرات الا شفتيهم في شي مرا وهداك الشيء، غير غيب عليها، لان غادي تكون العلاقه ما تصدقش وغادي يوقعوا مشاكل.